عند كاظمية الجوادين المؤمنون يحيون ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام، واستعدادات لإحياء ولادة أمير المؤمنين. طلاب المراحل الثانوية يؤدون امتحانات نصف السنة، والتربية تستنفر جهودها لإنجاح العملية الامتحانية. السيد الحكيم يبحث مع الحلبوسي ضرورة اختيار شخصية قادرة على إدارة مجلس النواب ودعوة لحسم المنصب. استمرار عمليات وعد الحق في مرحلتها الثالثة، وإصابة جندي عراقي أثر قصف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. على جنح الطير حملت بشارة الخير من أرض المدينة المنورة. ولد الجواد عليه السلام وامتلأت الأكوان فرحة وابتهاجة. يا ابن الرضا يا جوادا حامل رسالة الإمامة بعنفوان الهدى، يا ابن الأطايب زاد بك الإيمان وارتضى، هاديا راضيا بما كتب لك. على أبواب كاظمية الجوادين علقت الزينة، وازداد الحنين إلى سامراء والغيبة، ورفعت التهاني إلى ولي الأمر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه. من كاظمية الجوادين ارتحلت الأمنيات إلى نجف علي أمير المؤمنين، حيث ولادة أخي رسول رب العالمين وزوج البضعة وأبي السبطين الحسن والحسين. سلام على علي الجواد، سلام على الولادات الهاديات الزاكيات، سلام على الأئمة الاثني عشر. فرحتنا 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 باسم الجواد وموسى، هالعشرة مين أطهر سلف والرب جعلهم رحمة، بيهم كمل دين النبي بيهم تمام النعمة. هالعشرة من أطهر سلف والرب جعلهم رحمة، بيهم كمل دين النبي بيهم تمام النعمة. يحيي المؤمنون الليلة ذكرى ولادة الإمام محمد الجواد عليه السلام عند مرقده الشريف في الكاظمية المقدسة. وشهدت الحضرة الكاظمية المقدسة تدفق المؤمنين المحبين والمحيين للذكرى العطرة لولادة الإمام الجواد عليه السلام، حيث أقيمت الاحتفالات الدينية الخاصة بالمناسبة عبر مهرجانات شعرية تغنت بسيرة الإمام وفضائله وسيرته المباركة. هذا وشهدت العتبة الكاظمية المقدسة توافد أعداد كبيرة من المؤمنين المحتفلين بذكرى ولادة تاسع أئمة الهدى عليهم السلام الإمام محمد بن علي الجواد عليه وعلى آبائه الطاهرين الصلاة والسلام. وازدانت كاظمية الجوادين والعتبة المقدسة بالزينة ابتهاجا بهذه المناسبة ولادة الإمام الجواد عليه السلام. وشهدت العتبة احتفالات وفعاليات ومهرجانات تضمنت كلمات ومحاضرات دينية سلطت الضوء على سيرة الإمام عليه السلام ودوره في مقارعة الظلم العباسي ومواجهة الظالمين. وصلت
شي عمل دير الوجه طربين. للمزيد مشاهدينا ينضم معنا في العتبة الكاظمية المقدسة مراسلنا أحمد الزيدي. أحمد، تحية طيبة. كيف هي الأجواء التي تشهدها العتبة الكاظمية المقدسة في ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام؟ إذا كنت معي أحمد، أحمد الزيدي، هل تسمعني يا أحمد؟ طيب، سنعود لك في وقت آخر أحمد حالما يتأمن الاتصال إن شاء الله. في كل بقاع أرض المسلمين وشيعة أهل البيت عليهم السلام ترفع الزينة والاحتفالات بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد عليه السلام. المحتفلون من المؤمنين يستحضرون سيرة الإمام الجواد عليه السلام في مقارعة الظلم والظالمين. حسين ياسين والمزيد من التفاصيل. يحتفل العالم الإسلامي في مختلف البلدان بذكرى ولادة الإمام محمد الجواد ابن الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم عليهم السلام. وفي العراق تتجلى هذه الولادة المباركة بخصوصية عند العراقيين لاعتبارات تتعلق بالتمسك بالعترة الطاهرة التي ينتمي لها الإمام الجواد عليه السلام، فضلا عن كونه أعجوبة لم تسبق بها الأمة الإسلامية، فقد نهض بأعباء الإمامة بعد أبيه الرضا عليه السلام وعمره 9 سنوات، وهو أمر استدعى التأمل داخل الأمة، لكن ذلك لم يكن مستغربا نظرا لصفاته ومعالم شخصيته العظيمة وسمو ذاته التي جعلت منه أعبد أهل زمانه وأشدهم حبا وتمسكا بالله عز وجل وأخلصهم في طاعته وعبادته، حتى لقب في زمانه بعدة ألقاب أشهرها الجواد والتقي والمرتضى والقانع والرضي والمختار وباب المراد. وبالرغم من قصر المدة التي عاشها الإمام محمد الجواد عليه السلام وهي 25 سنة منذ ولادته ولحين استشهاده، إلا أن التراث الذي وصل إلى العالم الإسلامي مقارنة بالظروف التي أحاطت بالإمام عليه السلام وبشيعته من حيث سمو المستوى العلمي المطروح في نصوصه دلالة مليئة بالإشعاع والعطاء ونصرة الدين الإسلامي، فسلام عليه يوم ولده ويوم استشهده ويوم يبعث حيا. حسين ياسين، الفرات. أعود للعتبة الكاظمية المقدسة حيث يتواجد الزميل أحمد الزيدي. أحمد، مرحبا بك مرة أخرى. أسأل عن طبيعة الأجواء التي تشهدها الكاظمية المقدسة في ذكرى ولادة الإمام الجواد عليه السلام. نعم استبرق، نبارك لنا ولكم والمشاهد الكريم ميلاد 9 أئمة الهدى الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. بكل تأكيد استبرق مدينة الكاظمية ارتدت ثوب فرحها وسرورها ابتهاجا بهذا الميلاد المبارك، وهي تفتح ذراعيها لاستقبال ملايين المحبين والموالين القادمين من مختلف المحافظات العراقية ومن جميع أحياء العاصمة بغداد إلى هنا إلى الكاظمية المقدسة، بالإضافة إلى الآلاف من المحبين والموالين ومن زوار العتبتين المقدستين من الجنسيات العربية والإسلامية الذين جاءوا لإحياء هذه الليلة المباركة وإحياء أمر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. استبرق نتحدث عن الأجواء هنا، أجواء إيمانية روحانية، الكل يقضي وقته بالدعاء و الصلاة وإحياء ذكر أهل البيت عليهم السلام. فيما عدت العتبة الكاظمية هنا منهاجا مختلفا ومنهاجا فيه إحياء لأمر أهل البيت، ونشرت يعني الزينة وعدت العدة لإحياء هذه المناسبة وهذه الذكرى العظيمة، ذكرى ميلاد الإمام الجواد عليه السلام. أيضا استبرق نتحدث عن الجانب الأمني في هذه الزيارة والاستعدادات الأمنية الكبيرة التي أعدتها وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة في
تأمين أجواء المدينة المقدسة وتأمين أجواء هذه الزيارة المليونية. المختلف في هذه الزيارة وفي هذه الأجواء استبرق أننا لم نشهد قطوعات للشوارع، والحركة تجري بانسيابية كبيرة وانسيابية عالية، بالإضافة إلى الاستعدادات لزيارة 25 من رجب ذكرى وفاة الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام. من الآن بدأت الاستعدادات لهذه الزيارة، وبدأ الانتشار الأمني والاستعداد لاستقبال الزوار في الكاظمية المقدسة. أما من الجانب الخدمي استبرق، فالدوائر البلدية هنا في الكاظمية المقدسة تقوم بواجبات الخدمة وتقديم الخدمة إلى الزوار من عمليات تنظيف ورفع الأنقاض، بالإضافة إلى المئات من المواكب الخدمية التي تقوم بتقديم الحلوى ابتهاجا وفرحا بهذه المناسبة. نعم استبرق. شكرا جزيلا لمراسلنا أحمد الزيدي من العتبة الكاظمية المقدسة، ومباركين بهذه الذكرى العطرة، شكرا جزيلا لك. شكرا. أعلنت العتبة العلوية المقدسة انطلاق فعاليات أسبوع الولادة الخاص بذكرى ولادة الإمام علي عليه السلام، والتي تتضمن إقامة المهرجانات الشعرية والأدبية والملتقيات الفكرية التي تستقطب عدة أديان ومذاهب من داخل العراق وخارجه. وذكر رئيس قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة حيدر رحيم إن العتبة العلوية المقدسة تقيم هذه الأيام أسبوع وليد الكعبة الذي يتضمن عدة فعاليات مختلفة، منها المحافل القرآنية والملتقيات الفكرية والمهرجانات الشعرية والأدبية، وكذلك إقامة المحافل الإنشادية باستضافة فرق الإنشاد في العتبات المقدسة، وكذلك الاحتفالات الشعبية في ليلة ولادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فضلا عن الاحتفال المركزي في يوم 13 من شهر رجب. أسبوع وليد الكعبة والذي يصادف ذكرى ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتضمن فعاليات عدة. العتبة العلوية المطهرة استنفرت كافة طاقاتها وإمكاناتها من أجل إحياء المناسبة الكريمة. السجاد الخقاني والمزيد. أطل على الدنيا نوره فانشق له جدار البيت العتيق ليكون وليد الكعبة الأول والأخير، ويسطع ضياءه إماما ووصيا ورمزا للإنسانية جمعا. عندما ننظر إلى ولادة أمير المؤمنين عليه السلام لابد من أن ننظر إلى شخصية أمير المؤمنين عليه السلام من البدء وإلى الختم وإلى النهاية. فعندما ننظر إلى نفس الولادة وخصوصية مكان الولادة وظروف الولادة وما رافق الولادة من خصوصية ولادته في البيت الحرام، عندما شق جدار الكعبة ودخلت أمه لتبقى هناك 3 أيام، فإننا لم نجد في التاريخ أحدا حصلت معه مثل هذه الحادثة على الإطلاق، وما ذلك إلا للدلالة على خصوصية هذا المولود الذي انتظره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أول من حمله بعد أن خرجت به أمه. الراية الحيدرية ارتفعت إذانا ببدء انطلاق فعاليات الابتهاج والاستذكار ليوم مولد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في رحاب العتبة العلوية المقدسة. تبادر الأمانة العامة العتبة العلوية المقدسة وتستنفر كامل طاقاتها وخدمها وجهودها لإطلاق أسبوع وليد الكعبة، هذا الأسبوع الذي يتضمن عدة فعاليات قرآنية اجتماعية شعبية أدبية فكرية مختلفة، إضافة إلى محافل شعبية تحيا في رحاب الصحن العلوي المطهر. هذا الأسبوع الذي نحاول من خلاله أن نعبر عن بالغ حبنا وولائنا وانتمائنا لفكر وسيرة ومسيرة المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونحن في رحاب انطلاق باكورة هذا الأسبوع من خلال مراسيم رفع راية وليد الكعبة في رحاب الصحن العلوي المطهر بحضور شخصيات رسمية وشعبية ومجتمعية مختلفة. أتباع أهل البيت عليهم السلام أعربوا عن فرحتهم بهذه الولادة الميمونة، حيث جددوا العهد والولاء عند مرقده الطاهر. اليوم كلنا أفراح بهذه الولادة. السلام عليك يا مولاي وسيدي يا أمير المؤمنين، يوم ولدته ويوم استشهدت، السلام عليك يا مولاي وسيدي ورحمة الله وبركاته. نبارك للعالم الإسلامي الولادة العلوية، وهي الولادة التي أكملت الرسالة النبوية، وندعو من الله العلي العظيم أن يحفظ الإسلام والمسلمين
وأن يعم السلام على جميع بقاع الأرض. في بيت أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه انبثق نور الإمامة والولاية العلوية ليكتمل الدين به وليكون حجة على كل مسلم ومسلمة. من داخل العتبة العلوية المقدسة السجاد الخاقاني، الفرات. أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري توجيهات خاصة بذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام، وذكرت الداخلية في بيان أن الوزير عقد اجتماعا موسعا في مقر قيادة عمليات بغداد لمناقشة الاستعدادات الجارية لتأمين إحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. وأكد الوزير على تعزيز الجهد الاستخباري ودعمه بموارد بشرية ومتابعة مراحل الخطط المرسومة لهذه الزيارة الخالدة وتأمين مدينة الكاظمية المقدسة ومحيطها، مشددا على تنظيم طرق الزائرين وانسيابية الحركة وعدم قطع أي طريق من دون العودة إلى مديرية المرور العامة لتعمل على وضع الطرق البديلة في حال تم قطع أي طريق. كما أكد الوزير على التعاون التام مع أصحاب المواكب العزائية والإسهام في تقديم أفضل الخدمات للزائرين. انطلقت الامتحانات التحريرية الخاصة بنصف السنة للعام الدراسي الحالي 23/24 للمراحل الثانوية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد في تصريح صحفي إن الوزارة كانت قد أتمت جميع استعداداتها الاستباقية الخاصة بامتحانات نصف السنة، مشيرا إلى انطلاق الامتحانات التحريرية للمراحل المتوسطة والإعدادية في عموم البلاد التي تنتهي في 31 من الشهر نفسه ويكون يوم السبت ضمن أيام الامتحانات التحريرية. وأكد أن التربية ستتابع سير الامتحانات التحريرية التي سبق أن حددت مواعيدها بتوقيتات زمنية ثابتة، لافتا إلى أن أجهزة الإشراف التربوي والاختصاصي استنفرت جميع جهودها خلال المدة الماضية لأجل متابعة سير الامتحانات الشفوية التي بدأت منذ أسبوع تقريبا. وكانت وزارة التربية قد قررت تقديم موعد امتحانات نصف السنة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأولى مع موعد الامتحانات الشفوية، وجاء القرار لتخفيف الضغط على الطلاب والمدارس في ظل الأعداد الكبيرة للتلاميذ في المدارس الابتدائية. ومن المتوقع أن يسهم تقديم موعد الامتحانات في تنظيم العملية التعليمية وضمان سيرها بشكل فعال. ومع انطلاق امتحانات نصف السنة للمراحل الثانوية، أكدت مديرية التربية في محافظة الديوانية تهيئة جميع الأجواء المناسبة والمستلزمات المطلوبة لنجاحها. ليث صلاح والمسيد. مع انطلاق امتحانات نصف السنة من العام الدراسي، توجه الطلبة من مختلف المراحل الدراسية بإصرار ومثابرة لرسم ملامح مستقبلهم. يقول الطلبة إنها بداية جيدة تناسب تطلعاتهم. يوم امتحنت امتحان الرياضيات وكانت الأسئلة الحمد لله كل زينة، وتتمنى التوفيق لي وجميع الطلاب. اليوم طبعا احنا امتحاننا نصف السنة، وأنا أحب أشكر المدرسين والكادر التدريسي على شغلهم الحلو وعلى اهتمامهم بينا وعلى وتنظيمهم وقرقة امتحانية وكل شيء. إن شاء الله بإذن الله أنا بشكل شخصي اليوم جاوبت، وان شاء الله راح ارفع راس اهلي، وان شاء الله هذا الشيء يصير لكل الطلاب. احنا اليوم امتحان رياضيات للصف الثاني المتوسط، الامتحان كان سهل، كان سهل طبعا للقارئين كان سهل. وانصح شبابنا، انصح شبابنا يعني يقرون عند الصر عندهم شهاده. مديريه تربيه الديوانيه وخلال متابعتها سير الامتحانات اكدت انها وفرت كل الاجواء المناسبه والمستلزمات المطلوبه لنجاحها، معلنة عن توجه 432 ألف طالب وطالبة في عموم المحافظة
لأداء الامتحانات. أكثر من 432 ألف طالب وطالبة توجهوا إلى قاعات وقطاعات الامتحانات، تجري الامتحانات بانسيابية عالية. سعت المديرية العامة لتربية القادسية بتوفير أجواء إيجابية ومستلزمات امتحانية كاملة للامتحانات، والتعاون الأول كان من إدارات المدارس بتوفير هذه الأجواء المناسبة. معنيون أكدوا أن امتحانات نصف السنة تجرى بانسيابية عالية وسط تفاؤل كبير من الطلبة بالحصول على نتائج مميزة. بطموحات عالية توجه أكثر من 400 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية لأداء امتحانات نصف السنة، والأمنيات حاضرة بتحقيق نتائج باهرة. للفرات ليث صلاح، الديوانية. وللمزيد ينضم معنا مدير عام تربية محافظة ديقار سيد علي اسماعيل سبتي. تحية طيبة أستاذ علي، كيف سار اليوم الأول امتحانات نصف السنة للدراسة الثانوية؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكادر قناة الفرات الفضائية المتميز، حياكم الله وأهلا وسهلا. حقيقة بدأت امتحانات نصف السنة لهذا العام بوتيرة عالية وجيدة وضمن توجيهات معالي الوزير ومتابعته المباشرة للامتحانات. بدأنا الامتحانات الابتدائية يوم الخميس الماضي يوم 18/1، وكذلك ابتدأت الامتحانات الثانوية يوم السبت. إن شاء الله استعدادات جارية و الامتحانات تسير بوتيرة جيدة والحمد لله. هل هنالك لجان من التربية لمتابعة سير العملية الامتحانية بشكل عام، الأسئلة الامتحانية في مدارس المحافظة؟ طبعا سير الامتحانات هناك عدة جهات إشرافية، مثلا لدينا الإشراف التربوي، كذلك الإشراف الاختصاص، هم مشرفين مباشرين على سير العملية الامتحانية وسير الامتحانات، وكذلك قسم الامتحانات في مديرية التربية الديقار، وكذلك الأقسام المعنية في الأقضية والوحدات الإدارية، وكذلك المديرية العامة متمثلة في المدير العام، مشرفين مباشرين على سير الامتحانات في مدارسنا في محافظة ديقار. طيب، وماذا عن الدعم اللوجستي للمدارس؟ كيف كان هذا الأمر، وكيف أيضا تعاملتم مع النقص في المستلزمات؟ بالبدء لا يوجد أي نقص في المستلزمات، الحمد لله. المستلزمات جاهزة في جميع المدارس من دفاتر امتحانية ومن مستلزمات أخرى، وكذلك الكوادر، لا يوجد أي نقص في الكوادر التربوية المشرفة على الامتحانات. في السابق كان هنالك نقص في الكوادر التعليمية التدريسية في مدارس المحافظة، هل أزال مركز المحافظة يعاني من هذه المشكلة؟ أنتم كيف تتعاملون مع مشكلة نقص الكوادر التدريسية؟ يعني الحمد لله بعد تعيين الملاك الجديد، في سابقا المحاضرين، لا يوجد الآن أي نقص في الكوادر التدريسية والتعليمية، وقضية الامتحانات سائرة بشكل جيد والحمد لله وبوتيرة عالية جدا، والطلبة مرتاحين من أداء الامتحان في مدارس المحافظة. طيب، هل هنالك تنسيق فيما يخص الدعم اللوجستي بشكل عام لسير العملية الامتحانية بين التربية، تربية محافظة ديقار، وكذلك وزارة التربية بشكل عام؟
طبعا أكيد هناك تنسيق عالي بين الوزارة وبين المديريات في المحافظات، وخاصة مديرية تربية ذي قار وفرت جميع المستلزمات في وقت سابق، والاستعدادات كانت عالية جدا لأداء الامتحانات والاطمئنان على طلبتنا وتلاميذنا أن يؤدوا الامتحان بشكل جيد وهادئ وتوفير بيئة ملائمة لأداء الامتحانات لهم. في هذه النقطة أستاذ علي، البيئة المناسبة لسير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بالنسبة للطلبة، ماذا عن أعدادهم الكبيرة والطاقة الاستيعابية للصفوف وكذلك المدارس؟ كيف تحل هذه الإشكالية؟ طبعا هي لا توجد إشكالية الآن الحمد لله، يعني تعرفون جنابكم الكريم أنه الامتحانات تسير على توقيتات، وهناك موعد امتحان صباحي يبدأ الساعة 8 وهناك امتحان يبدأ الساعة 12 الظهر، فالتوقيتات جيدة والبيئة ملائمة جدا ولا يوجد أي اكتظاظ بالصفوف والمدارس الموجودة لدينا، الحمد لله سائرة بشكل جيد وعملية مريحة، ونحن متابعين بشكل مباشر مع جميع الأقسام من الصباح الباكر وحتى موعد الامتحان الآخر. شكرا جزيلا مدير عام تربية محافظة ذي قار سيد علي إسماعيل سبتي، وتحية طيبة. وصل وزير الخارجية فؤاد حسين إلى فيينا في زيارة رسمية، فيما قام بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بين العراق والنمسا. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ونائب وزير خارجية جمهورية النمسا للشؤون الأوروبية والدولية ألكسندر شالبيرن وقع مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بين البلدين، كما جرت مناقشة تعزيز التعاون المشترك والتطورات الأقليمية والدولية. التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية سيد الحكيم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، وذكر بيان لمكتبه أن السيد الحكيم والحلبوسي تبادلا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، وأكد أهمية الحفاظ على ما تحقق من استقرار واعتباره خط الشروع لتحقيق الاستقرار الدائم والتنمية المستدامة، مشددا على ضرورة اختيار شخصية قادرة على إدارة المجلس وتحقيق الوئام السياسي وأن تحظى بدعم أعضاء مجلس النواب. جملة من القوانين المهمة تنتظر الإقرار تتعلق بحياة المواطن معطلة داخل مجلس النواب، فلا بد من حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان للمضي بتشريعها وإقرارها. صباح حكيم والمزيد من التفاصيل. بعد جلسة شابها الكثير من التقاطعات والتعقيدات ورفعت دون الوصول إلى نتائج مرجوة، ينتظر المواطنون إنهاء ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. بعد عقد جولة أولى من الانتخاب حصلت المنافسة الشديدة فيها بين شعلان الكريم وسالم العيساوي إلى أن اختلاف الآراء ورفض بعض الأسماء المرشحة أدى لرفع الجلسة في انتظار عقدها مجددا. البرلمان واجبه تشريعي، تشريع قوانين ورقابي. من الناحية الرقابية حتى إذا ما يوجد هنالك رئيس برلمان الشغلة أوكي تمشي بأنه الأمور عادية، ولكن مسألة التشريع يجب أن يكون هنالك رئيس برلمان، وهذه القوانين هي التي تصب في مصلحة المواطن، أصبحت هنالك تأخر. وينتظر أمر جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الحسم أمام المحكمة الاتحادية حول دستورية الجلسة والجولة الأولى للتصويت على الرئيس، لا سيما أن الأمر قد يتطلب فتح باب الترشيح مجددا لاستبدال بعض الشخصيات.
وقد تحتاج العملية لتعديل النظام الداخلي للبرلمان وإعادة تنظيم العملية. اليوم المواطن العراقي حقيقة يعني ينتظر أنه يكون هناك انفراجة، أن هذا الشخص أنه غير مهيئ، فبالإمكان أنه اختيار شخصية بديلة عنه. يعني العراق ولود، هنالك أعضاء في مجلس الشعب العراقي على الأقل من المكون السني، بإمكان أنه اختيار شخصية أخرى لا يختلف عليه الجميع. رئيس البرلمان على جهة رقابية، نحن نريد واحد عراقي أصلي حتى عراقي متابع الأمور، وهاي القوانين المعطلة كلها يعني قوانين مهمة جدا عليهم أن يصوتوا عليها. جملة من القوانين المهمة تنتظر الإقرار داخل مجلس النواب، أغلبها قد رحلت من دورات سابقة، وأغلبها ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، وهي معطلة الآن بسبب تعطل عمل مجلس النواب وعدم عقد الجلسات وغياب الرئيس. صباح حكيم، الفولات. أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد مرافعتها بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان إلى الشباط المقبل. وقالت مصادر صحفية أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود العميري نظر الأحد في الدعوة الخاصة برواتب موظفي إقليم كردستان، وقرر تأجيل موعد المرافعة بشأن الدعوة إلى 18 من شباط المقبل. أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات، وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات عمر أحمد في بيان إن مجلس المفوضين يصادق على نتائج الانتخابات المحلية. هذا ونشرت المفوضية أسماء الفائزين بالانتخابات المحلية لعام 2023. أعلنت خلية الإعلام الأمني انطلاق المرحلة الثالثة من عمليات وعد الحق، وذكر بيان للخلية أنه وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وتخطيط ميداني من قبل قيادة العمليات المشتركة، تواصل القطاعات الأمنية المختلفة ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من عملية وعد الحق انطلقت بإسناد من صقور الجو ضمن قواطع عمليات ديالة وصلاح الدين والدوز وكركوك وسامراء ومن عدة محاور. وأضاف أن عمليات الأجهزة الأمنية مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار ومطاردة ما تبقى من مفارز داعش المنهزمة ودك أوكارهم. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء يحيى رسول إصابة جندي عراقي بالقصف الذي استهدف قاعدة عين الأسد العراقية في محافظة الأنبار، فيما شدد على أن القوات الأمنية ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة. وقال لواء رسول إن عدد من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد العراقية، مما تسبب بإصابة جندي وإحداث أضرار في المقر. وأضاف أن القاعدة فيها مقرات للقطاعات العسكرية العراقية وكذلك قاعدة جوية وأفواج حماية وحراسة ومقر قيادة الجزيرة، إضافة إلى معسكر تدريب عراقي. وشدد على أن القوات الأمنية العراقية المسنودة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم. وصل وفد أمني برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله إلى محافظة ميسم. وذكر مراسل الفرات أن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله وصل إلى محافظة ميسان برفقة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وهيئات الركن. أضاف أن الزيارة تأتي للاطلاع على الوضع الأمني بالمحافظة وخطط الانفتاح وتحديد المسؤوليات بعد التعزيزات الأخيرة وإسناد قيادة عمليات ميسان بالموارد الإضافية. أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية القبض على 7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد وبابل. وقال بيان للقيادة إن مفارز الفرقة الآلية الشرطة الاتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري وأثناء تنفيذ ممارسات أمنية ضمن قواطع المسؤولية في منطقة البياع ببغداد
وفي أحياء الإسكندرية وجبلة بمحافظة بابل تمكنت من إلقاء القبض على 7 متهمين بمواد قانونية، مضيفا أنه تمت إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم. تمكنت مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة ديالى من إلقاء القبض على 24 مطلوبا للقضاء، أحدهم متهم بقضايا المخدرات. وأوضحت القيادة أن ذلك جاء خلال حملة أمنية نفذتها مفارز الشرطة في عموم أقضية المحافظة، حيث أسفرت عن ضبط 24 مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.